مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو هذا بيحكي بدنا نشرح فيه اللوبي الخاصة بالبطل باص. هاي اللوبي الخاصة بالبطل باص كتير صعبة وكتير ناس عم تواجه مشاكل فيها ومو مفهومة بنو. بدي يشرح لكم اياها شغلة شغلة وبالتفصيل، وكيف تجيب سكين ديد بول الأحمر وتخلص مهماته. إذا أنت أول مرة بتشاهد عندي الفيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، حط لايك وحط كومنت حلو مشان تساعدني تنشر المقطع بكل مكان وتساعدني وتدعمني على الشغل أو على الفيديو اللي أنا عم نزله. فيلا مشاهدة ممتعة ومع بعض. اول شيء مثل ما شايفين هاي اللوبي هون ما في شيء، اشترينا البطل باص وكل شيء تمام. لا انا هلا عم بحكي بمبدا انه انا شاري البطل باص، ما عم بحكي بمبدا اني ما معي البطل باص، لانه في اشياء بدها بطل باص، في اشياء يعني معظمها بدها بطل باص، مو في اشياء يعني تقريبا 90% بدها بطل باص. هاي اللوبي الطبيعيه مثل ما احنا بنعرف البطل باص. هون بقى في خانه من هون راحت اللي هي التشالنج او التحديات. هاي التشالنج راحت وين؟ راحت هون التشالنج، بتلاقيه على هاي الترابيزة او هاي الطاولة. هذا اول واحد بروتيوس او بريتس، يعني المهم خلينا متفقين اللي هو السكن هذا الاصلع تمام. هاد له مهمات، هاد له مهمات لحتى تساويها. لو ارجيكم شو الدليل انه هذا اسمه، بتطلع من هاي الترابيزة بتفوت لهون، هون بيعطوك ستايلات تبع السكنات التانية. بيفتح واحد، بيفتح بعد 14 يوم، واحد بعد 30، واحد نهاية السيزون اللي هو التير 100. اول شيء نبلش بهذا السكين. هذا السكين بتفوتوا لعنده هون المكتب تبعه، اول شيء بيطلع عرض تشويقي بيضرب سكينه ومدري شو، انا هذا كله تخطيته. بتفوتوا لعنده لهون، هاي الشخصيه المكتب تبعه مثل ما شايفين امامكم، مثل ما شايفين هاي اسمه، في الشادو وفي الجوست منه. هذا شلون بدك تحصل الشادو وشلون بدك تحصل الجوست؟ لما بدك تحصل الشادو او الجوست مثلا بتشوف انت هون هي مهماته. اول مهمه من مهماته اللي هو انك بدك تشتري البطل باص. ثاني مهمه من مهماته اللي هو بدك توصل ليفل 20 بالبطل باص، بدك توصل ليفل 20 بالبطل باص. هي المهمه بقى بدك تخلص 18 تحدي من تحديات سكين بروتوس. بهاد بقى بدك تخلص انت 18 تحدي من تحديات بروتوس اللي هو ظاهرة امامكم. خلينا نكون متفقين انه اسمه هيك بروتوس مشان ما نحكي كثير. وهي بعد ما تخلص المهمات بدك تختاره يا جوست يا شادو، حتى نفس الشيء مهمات الجوست يعني ما مختلفين شيء. كل عليك انك انت مشان تعرف شو مهمات هذا السكين بتفوت لهون على الترابيزة. بروتوس بريفينج يعني تحديات بروتوس، يعني بالمختصر يعني هاي تحدياته. حاليا ما في غير 5 تحديات مثل مظاهر امامكم، 5 تحديات. هاد رقم واحد وهاد رقم واحد من عاد، يعني بتلاقوا مثلا هاي الشغله من عاده وهي الشغله نفسها من عاده. بس شو بدكم تعملوا انتو؟ بدكم تخلصوا 18 تحدي من هدول التحديات اللي على الترابيزه. والخانه الثانيه اللي معنا اللي هي الاقتراحات، هاي الخانه اللي هي بيقترحوا عليك انت المهمات، هاي ما فيها شيء، هاي الاقتراحات تبع المهمات. هي الكلمه كثير صعب نطقها، ما بعرف انطقها داش زد هيك شيء. المهم هاي الترابيزه بتقترح عليكم المهمات، ما فيها شيء خاص هاي الخانه. ننتقل للخانه الثالثه، الخانه الثالثه اللي هي الخاصه بمايا تشالنج. مين مايا تشالنج؟ هذا السكن تبع مايا مو مفتوح غير واحد منه اللي هو بدك تعمل دمج بالاي ار 250. شلون بدك تحصل مايا؟ مايا بتفوت لهون على اليمين، هاي مايا بتكبس عليها بيطلع لك الستايلات الخاصة فيها كلياتها، وتقعد انت بتعدل فيها شلون ما بدك، انا حكيت عنها تمام. هاي شلون بدك تفتح كل هدول التعديلات وهالقصص هي. كل اللي عليك انك انت بدك تخلص مهمات مثل ما شايفين هون تحت الاي ار سبيشال ليست 250. هاد شرحه قبل بالشابتر 1 اللي هو انك انت بدك تدمج بالاي ار 250 دمج، يعني بدك تلعب بالاي ار قد ما بتقدر لحتى تجيب فيها، لحتى يفتحوا لك تغيير الشعر. بعد منها انت شلون بدك تفتح التغيير الثاني؟ بالاسبوع الثاني بقى بيقولوا لك التشالنج افيلبل ان ويك 2 اللي هي بالاسبوع الثاني، بيعطوك انك انت بتقدر تعدل عليها ايدها مثل ما شايفين شلون بتعدل ايدها. فكل اسبوع رح يفتح معنا تحدي، وكل اسبوع انا رح نزل التحديات ورح نزل معها تحدي مايا منفصل. شرحنا الخانه هاي والخانه هاي والخانه تبع مايا. هلا هاي الخانه اللي هي المهمات اليوميه، هاي شلون بتحصلها؟ مو مهمه هاي الخانه الدايلي تشالنج، هاي بتحصلها من هون من عند هذا اللوح. كل يوم بيعطوك مهمه جديده
اللي هي بتعطيك اكس بي زيادة وبتعطيك تير يمكن على حسب ما بعتقد ايام زمان. بهذا بقى بيعطوك سير شيست اور امو بوكس يعني افتح صندوق او شيست باماكن الكريجي كليفز. هاي اول مرة انا بسمع عنها لانه لسه ما فتت وما لعبت ولا جيم فما بعرف وين مكانها هاي المنطقة. كله رح اشرح لكم اياها التحديات كل يوم كل يوم كل اسبوع رح نزلكم كل شيء جديد عن التحديات لانه التحديات صارت كبيرة بشكل رهيب بهاللعبة. هاي شرحناه كله هذا انشرح. الستايل تشالنج هاي لسه مو مفتوح فيها شيء ومو معروفة شو هو الستايل اللي انت بدك تعمله او ستايل شو هو اللي بدك تساوي. انا لحد الان ما لقيت تحديات البطل باس يعني. وهي اخر شيء اللي معنا هون اللي هي الار تشالنج يعني كل التحديات اللي معك انت بتحصلها من هون. وانا رح صير اشرح على هاي التحديات يعني انا رح صير اشرح هون اكتر شيء بجمع لكم اياهم كلياتهم مع بعض وبورجيكم اياهم. انا لحد الان ما فهمت التحديات مزبوط 100% بس حبيت اشرح لكم اللوبي تبع البطل بس. كل شيء هون عنا هون هلا هون بقى عنا ديد بول هاي بكون تركزوا فيها شوي. بتفوت على هاي المروحة او هون مرات التهوية بياخدوك على ارنب مثل هاي في تريلر بيطلع انا عندي طلع وراح خلص يعني مثل اعلان او فيديو. اول شيء بتفوت لهون شلون بدك تفتح سكان ديد بول. بتفوت لهون بتلاقي قدامك هذا المكان الحمام يعني في هون ورقة. اول شيء لازم تفتح هاي الورقة. تفتح هاي الورقة بيطلع لك هيك حركات ومدري شو بيطلع لك هاي الورقة اللي مكتوب فيها my best friend ومدري شو please tell your artist وهيك يعني ما فيها شيء مهم. تاخذ هاي الورقة بعدين بتفوت على هذا الكمبيوتر الصغير اللي عند الحوض بيطلع لك تسجيل دخول وكلمة سر وهيك بفوت لحاله هو يعني عرض تشويقي. اوه ويندوز اكس بي ها يمكن والله كان ويندوز حلو. المهم بيطلع لك هاي اللوحة اللي هي ديد بول ويكلي تشالنج يعني تحديات ديد بول. شو بدك تساوي فيها هاي الويك الاول اللي هو الاسبوع الاول معناته معنا اللي هو الفاين ديد بول ليتر تو ايبك جيمز اللي هي انك انت بدك تلاقي الورقة اللي هلا انا قلت لكم عليها. اول شيء تكبس عليها بتلاقيها واوكي خلصت الحكاية. بعدين بيجيك التحدي الثاني don't thank the bus driver يعني لا تشكر الباص درايفر. شلون بتصير هاي لما تكون انت راكب الباص نازل عم تلعب جيم سولو سكواد اي شيء لا تكبس تبع الايموت تشكر تبع البطل باص لا نزل دغري من الباص بدون ما تشكره وبيكتبوا لك تحت انه اسمك مثلا نيمو don't thank the bus driver انه ما شكر باص الدرايفر وهيك بيحسبوا لك واحدة وبيعطوك اياها صح. بدك تتبع كل شيء تحديات وكل مره كل اسبوع انا رح اشرح لكم تحديات الديد بول. بس كل عليك انك انت تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس مشان تضل متابع عندي بالقناه كل شيء بكل شيء. في عنا هي كمان هي الكوميكسون لسه مو معروفه شو هي بده ينزلوا بقى اختراعات جديده والغاز جديده ومدري شو فلسه ما فهمناها. نحن كل اللي همنا بهذا الموضوع انه هي بدك تصير تشيك عليها تبعات هذا السكنات اللي بدك تربحها انت مشان تاخذ ستايلات اضافيه. وهي تبع مايا كل ما تخلص اسبوع بتقدر انت تعمل لها شو ما بدك لمايا وتغير لها ايد رجلين بادي الستايل طبعا الشكل مو تغيره كله الستايل كامل تبعه الوان شعره وش كل شيء بتقدر تغير فيها. اقتراح جدا جدا كان حلو يعني وشغله حلوه كتير عملت لها فورتنايت. وهون عندكم بقى انتم البطل باس هون ما في شيء ينشرح بطل باس كالعاده ما في شيء جديد يعني وبس. هيك انا شرحت لكم اللوبي كلها تكاملة الخاصة تبع البطل باص. وفي اي جديد بجديد انا كمان رح نزلكم ورح اشرح لكم كل شيء. رح اشرح لكم كل شيء وما رح اترككم يعني بدون ما تكونوا عارفانين كل شيء. والتحديات ان شاء الله رح صير ننزلها بانتظام بس استنوا هلا علي كم ساعة ورح اشرح لكم تحديات هذا الاسبوع وشوف وين التحديات تبع هذا الاسبوع لانه لحد الان ما لقيتها ولا استوعبتها مزبوط. فشكرا على المتابعة وشكرا على المشاهدة لك. ويا ريت اذا انت مو مشترك بالقناة اول مرة تشوف عندي الفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس وحطوا لايك للفيديو وحطوا كومنت حلو مشان يرتفع الفيديو ويشوفوا اكبر عدد من الناس ويفهموا شرح الفورتنايت اللي هلا صارت كتير صعبة. وشكرا لكم اذا كملتوا المقطع للاخر وبرعاية الله.